أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لنبدأ محاضرات قانون الصحة العامة. قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، وهو قانون الصحة العامة الفلسطيني المعمول به في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل وزارة الصحة. دعونا نرى الأجزاء. الفصل الأول، الجزء الأول، عبارة عن مقدمة وتمهيد لهذا المساق. إنشاء بنية تحتية قوية للصحة في كل بلد يمثل استراتيجية التأهب الأكثر فعالية على المدى الطويل. في حالات الطوارئ الصحية العالمية نجد هذا التأهب طبعا بينفعنا كثير، كما هو الحال في جائحة كورونا. لو كان عند العالم تأهب واستعداد على المدى الطويل وأكثر فعالية كان الناس ما صار فيها اللي صار. هذا الأمر لا يشمل فقط أنظمة الصحة أو أنظمة الوزارة والموارد البشرية الخاصة بها، وإنما يمتد أيضا ليشمل البنية التحتية القانونية للصحة في البلدان. هناك قانون يجب أن يحكم العمليات الصحية والتشغيل الصحي، بما يشمل القوانين والسياسات التي تعمل على تمكين وفرض الإجراءات الحكومية والخاصة وأحيانا الحد من تأثيرها السلبي. يمثل القانون أيضا أداة مهمة في مجال الحماية من ناحية الصحة وتشجيع الحفاظ عليها، ويؤدي المتخصصون في مجال الصحة العامة أدوار هامة في قانون الصحة، بداية من وضع السياسات الصحية حتى إنفاذ وتطبيق السياسات الصحية، ونهاية بإجراء التقييم العلمي عن التأثير الصحي للقوانين. هناك دول تم إلزامها، وهي الدول الأعضاء بالفعل، بإعلام منظمة الصحة العالمية بقوانينها الصحية الوطنية ولوائحها التنظيمية، حيث تم منح منظمة الصحة العالمية الصلاحية والمصداقية لدعم بناء القدرات في مجال القوانين الصحية داخل نطاق الدول الأعضاء، وتسهيل الاطلاع على القوانين الوطنية وفهمها ومتابعتها وتقييمها بشكل أكبر. رغم أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يتعرض للصحة ولا يعني ينافي مستندات الصحة على أنها حق أساسي معلوم للمواطن، أسوى بالحق في التعليم الذي جاء بالنص الصريح في القانون واضح وقاطع، حيث تنص المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن التعليم حق لكل مواطن فلسطيني وإلزامي أيضا حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، يعني صف سادس. إلا أن القانون الأساسي نفسه قد أعطى للمشروع أو للمشرع أن ينظم بقانون خدمة التأمين الصحي وخدمة التأمين الاجتماعي، وبالتالي أعطى الشارع أو المشرع تحديد سقف الخدمات التي توجب توفيرها للمواطن الفلسطيني وآليات تقديمها لهذا المواطن ومجانية الخدمة الصحية ضمن إمكانيات الدولة ووفق الالتزام بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية. إذا أخذنا بعين الاعتبار التزام السلطة الوطنية الفلسطينية في أراضينا الفلسطينية هنا بقرارات القمم العربية وقرارات جامعة الدول العربية، وبالتالي كونها دولة فلسطين من أولى الدول التي وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك سعت فلسطين أن تكون عضو أصيل في كافة المنظمات الدولية، عضو مهم، وشاركت فلسطين في الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالي الالتزام بالمواثيق الملزمة للدول والمنظمات الأعضاء. نجد أن السلطة ملتزمة أو فلسطين ملتزمة حكما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك دستور منظمة الصحة العالمية، وبالتالي فإن الصحة تعتبر حق في فلسطين لكل مواطن، وهذا الحق لابد من أن يتوضح وأن يتجلى في كافة الأنظمة والقوانين وبشكل رئيس قانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي.
ولا بد أيضا هنا في مقدمتنا لهذا المسار أن نعكس هذا الحق من خلال الخدمة الصحية المتوفرة وجودة هذه الخدمات والقدرة على الوصول إليها من قبل المواطنين. في نفس الوقت يجب أن نعتبر فيه أن الصحة حق أساسي غير قابل للتصرف، وأن نعكس ذلك في قوانيننا وخدماتنا الصحية المقدمة للمواطن. إلا أننا لابد أن نعترف أن كل هذه المواثيق والعهود والمعاهدات والدساتير لم تضع وصف واضح وتحديدا موجها لمحتوى الحق في الصحة. هناك حق في الصحة لكل مواطن، ولكن ما هو هذا الحق؟ لا أحد أجزم بالنظام قطعي وصف وتحديد وتوضيح في هذا المحتوى للحق في الصحة. فما هو وارد في دستور منظمة الصحة العالمية وفي العهد الدولي مثلا حول التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة يمكن بلوغه في البلد أو في حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لا يوضح ولا يعطي معيار لقياس مستوى الصحة الأعلى. ما هو هذا المستوى الأعلى؟ إلى أي درجة نقصد بالمستوى الأعلى؟ لا نعلم. ولا يربط أو يعزل عن الظروف الاقتصادية لكل بلد. طبعا على قد الحافك مد رجليك، فالعديد من البلدان لا تستطيع بحكم الوضع الاقتصادي توفير الحد ولو كان الحد الأدنى لمحتوى الحق في الصحة المشرع من قبل كل المؤسسات الحقوقية والدولية وخصوصا الأمم المتحدة، كخدمات التطعيم ضد الأمراض وخدمات رعاية الأم والطفل إلى آخره. نحمد الله سبحانه وتعالى في فلسطين نحن متوفر لدينا الكثير من هذا، ولكن هناك دول تفتقر إلى أدنى مستوى من هذه الحقوق. رؤيتنا الفلسطينية للحق في الصحة يجب أن تتركز باتجاه السعي لتطوير جودة الخدمة الصحية واستكمال شبكة الخدمة أو الخدمات بشكل يوفر الوصول الآمن والسلس لهذه الخدمة ومأسسة هذا التوجه، وذلك من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي الذي سيمكن سلطة معينة أو دولة محدودة الموارد على الإنفاق على الخدمة الصحية العالية الجودة في أراضيها. وهنا لابد من التأكيد وبكل وضوح أن الصحة وإن لم تكن سلعة تباع وتشترى فهي ذات قيمة لها ثمن، ولابد من وجود جهة أو جهات تدفع هذا الثمن أو تدفع هذا المقابل من تقديم الخدمة للمواطن. العديد من الدول الغنية والتي تملك ثروات توفر للصحة دخل تنفق منه على خدمة المواطن ورفاهيته. تتحمل الدولة كلفة توفير كل ما يتعلق بإتمام الخدمات الصحية للمواطنين، أما في البلدان التي لا يتوفر لها مصادر دخل مستدامة فجيوب المواطنين هي مصدر التمويل الأساسي للدولة، ويكون واجب الدولة في هذه الحالات وضع القانون الذي ينظم عملية تحصيل تكلفة الإنفاق على الصحة من المواطن بالشكل الذي يضمن الحق في الصحة لكافة هؤلاء المواطنين المساهمين وخاصة الفئات المهمشة والتي لا تستطيع أن تساهم في كلفة العلاج وفي كلفة الخدمات الصحية أو ثمنها. ومن هنا جاء قانون التأمين الصحي الفلسطيني الإلزامي الجديد الذي يضمن توفير الدخل المطلوب للإنفاق على الصحة دون المساس في حق كل مواطن بالوصول اليسير للخدمة الصحية والتمتع بهذا الحق في الصحة مهما كان دخله ومهما كانت قدرته على الإنفاق من أجل الحصول على الخدمة الصحية. شكرا لحسن الاستماع والمشاهدة.